بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعله شهر بركة ورحمة على أمتنا وعلى دولتنا وعلى سائر المسلمين. بالنسبة لتوقعات دخول أو شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية، إن شاء الله نظرا لتوفر جميع الحدود التي حددها العلماء، فالرؤية إن شاء الله تعالى تكون راجحة يوم تحرير الهلال، يعني يوم الأربعاء، يوم الأربعاء 29 من شعبان، ستكون الرؤية إن شاء الله واضحة نظرا لتوفر جميع الحدود التي حددها العلماء. فالعلماء حددوا أركانا لرؤية الهلال، والركن الأعظم هو ساعة الاجتماع، وساعة الاجتماع وتسمى أيضا بساعة الاقتران، الاقتران المركزي، لأن الاقتران ينقسم إلى قسمين، اقتران مركزي واقتران سطحي. الاقتران المركزي يكون في لحظة واحدة في الدنيا كلها، في حين أن الاقتران المركزي يختلف باختلاف الأماكن، باختلاف الدول. أما الاقتران المركزي فهو في ثانية واحدة في الدنيا كلها، وإن شاء الله ساعة الاجتماع ستكون مع الخامسة تقريبا 26 دقيقة بتوقيتنا مثلا، وبالتالي فإن عمر الهلال سيكون متوفرا. عمر الهلال يوم الثلاثاء، يقع في الاجتماع يوم الثلاثاء، وبالتالي في يوم الأربعاء سيكون عمر الهلال تقريبا 25 ساعة. هذه 25 ساعة كافية لرؤية الهلال، لأن العلماء مثلا فيما يتعلق بعمر الهلال وهو الركن الأساسي. كيف الركن الأساسي؟ إذا مثلا إذا وقع الاجتماع، إذا لم يقع الاجتماع فلا داعي للبحث عن الأقواس، عن الأركان الأخرى، لأن الركن الأساسي هو ولادة الهلال. الركن الأساسي ولادة الهلال، وإذا لم يقع الاجتماع فلا ولادة. وبالتالي إذا غاب القمر، إذا غاب القمر يعني قبل الشمس، فلا داعي للبحث عن قوس الرؤيا وقوس الموكت ودقائق النور والاستطالة، وكل هذه الأقواس تعتبر لاغية. لماذا؟ لأن القمر يغيب قبل الشمس، وقد يقع الاجتماع ويغيب القمر قبل الشمس. نعم، يقع الاقتران ويسبق غروب القمر غروب الشمس، كما سيقع إن شاء الله في نهاية رمضان، في نهاية مثلا في بعض الحالات يعني يغيب القمر بعد ولادته، نظرا لأن لهذا علاقة ب ما يسمى بالدائر، فضل الدائر. إذا كان فضل دائر القمر أقل من فضل دائر الشمس، فإن القمر يغيب والشمس باقية في الأفق، وبالتالي الركن الأساسي هو الاجتماع. ويشترط للرؤية تقريبا 24 ساعة عمر الهلال، فمثلا ممكن أن يرى الهلال في 17 ساعة، ولكن هذه الرؤية تكون عسيرة، وقد تكون ممكنة إذا توفرت الأقواس الأخرى. 15 ساعة يرى الهلال بالتلسكوب، يعني بهذا الجهاز. 17 ساعة يرى بالعين المجردة، ولكن نادر ما يقع هذا. أما الرؤية الراجحة فهي 24 ساعة. وإذا كان مثلا عمر الهلال 12 ساعة، فإن القمر يرى بكاميرا سي سي دي، الكاميرا الحديثة التي يستعملها الفلكيون لرؤية الهلال أو لرصد الهلال.
وبالتالي فالرؤية إن شاء الله يوم الأربعاء ستكون راجعة، ويتوقع أن يبدأ العالم الإسلامي كله إن شاء الله سيتوحد في الصيام هذا العام، نظرا لأن المشارقة يستوفي شعبان عندهم 30 يوما، ونحن في المغرب يعني يوم تحرير الهلال سيرى الهلال إن شاء الله، وسيكون بداية رمضان بحول الله تعالى يوم الخامس. هذا مثلا نعم يعني التوقعات الفلكية ترى أن فاتح رمضان إن شاء الله سيكون يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس بحول الله وقوته. هذا ما يقوله الفلك. أما الحسم هذا الأمر فهو يرجع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لأنها الجهة الرسمية التي خول لها إعلان الرؤية من عدمها، ولكن يعني مثلا هذه الحسابات الفلكية نستأنس بها، ولكن الحسم يرجع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن علماء الفلك والعلماء بصفة عامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق باعتماد الحساب. هو علم الحساب هو حساب يقيني قطعي لا غبار عليه، لكن هل الشرع يعني كلفنا أن نعتمد الحساب؟ الشرع لا، لم يكلفنا هذا، لأن الشرع مبني على اليسر، مبني على التيسير، والدين هي رسالة لكل الناس ليس للحساب فقط، لعلماء الفلك. وبالتالي العلماء هنا من يقول علم الفلكي ليس حجة لا في النفي ولا في الإثبات، وإنما الله تعبدنا بالرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم إلى آخر الحديث. صوموا لرؤيته لأن مداخل الشهور العربية تدخل إما برؤية الهلال رؤية بصرية مجردة عارية، وإما يعني باستكمال 30، وإما بالرؤية أو ب 30 يوما. لهذا فارق من جانب من الفقهاء يقولون لا ينبغي أن نعتمد علم الفلك لا في النفي ولا في الإثبات، وفريق آخر وخاصة من علماء المعاصرين كالطاهر بن عاشور ومنهم الكثير يرى أن علم الفلك حجة في النفي وحجة في الإثبات، وكيف لا؟ ونحن مثلا نصلي بهذه الحصة وحسابات علم الفلك يقينية وقطعية ولا غبار عليها، وبالتالي ماذا نعتمد علم الحساب في علم الفلك في دخول الشهور العربية؟ والفريق الوسط قال حجة في النفي وليس حجة في الإثبات. ما معنى هذا؟ يعني إذا قال علم الفلك بأن الرؤية لا مستحيلة فالرؤية مستحيلة، لكن قد يقول علم الفلك الرؤية ممكنة ويعم الغيب، أو يعتري هناك بعض العوائق كالضعف في البصر وكالغبار وكمثلا الغيم، فهذا يحول بين الراصد وبين الهلال. وبالتالي قالوا الشرع لم يكلفنا هذا التكلف، إذا رؤية الهلال نبدأ الصيام، وإذا لم يرى يعني نكمل 30، نجعل الشرع يستوفي 30. ونحن هنا في البلد نعتمد الرؤية البصرية، الرؤية البصرية العارية في المغرب مراصد كثيرة، ولكن تعتمد ماذا؟ تعتمد الرؤية البصرية الشرعية، لأن هذه هي الرؤية الشرعية التي لا حرج فيها. ولذلك فهؤلاء الذين يعتمدون مثلا بقاء القمر في الأفق بعد مغيب الشمس يصابون بالحرج في أكثر، والأخطاء الفادحة تقع، ولكن الحمد لله هذا البلد لم تكن هناك أخطاء. وبالتالي احنا قلنا بالنسبة للتوقعات وعلم الفلك نرى أن هلال رمضان سيرى إن شاء الله مساء يوم الأربعاء، وبالتالي فإن دخول رمضان يكون إن شاء الله يوم الخميس الثالث والعشرون من شهر مارس. نعم.